مصلي يعني ما قلتش حاجة غلط، يعني في الأول ولا في الآخر أنت بنت عمي، وأنا معدي لقيتك قاعدة لوحدك كده وشاردة، قلت يمكن في حاجة مزعلاكي، مستغربة ليه؟ والله يا حافظ إن جيت للحق، أنا من ساعة ما جيت هنا وأنا مندهشة من كل حاجة بتحصل. لا ما تندهشيش، أهلا بيكي في تل شبورة اللي كل حاجة فيه هي متشقلب حالها. طب تل شبورة ومتشقلب حالها وفهمتها، إنما أنت إيه اللي مشقلب حالك كده؟ مالي؟ يعني حالي زي الفل اهو. حافظ الكلام ده تقوله لحد غيري، أنا عارفاك كويس، ومش معرفة يوم ولا معرفة ولاد عم من بعيد لبعيد، أنت ما كنتش كده، عمرك ما كنت كده. أنا لحد دلوقتي فاكرة أبويا الله يرحمه ما كانش بيستأمن حد غيرك عليا لما أخرج من دارنا دونا من إخواتك كلهم. فاكر لما خدت علقة سخنة لما العيال ضايقوني في المدرسة كنت عامل فيها عنتر ابن شداد؟ على إيه؟ أنا انضربت؟ لا يا شيخ أفتكر كويس، أنا فاكر إن أنا ضربتهم واحد واحد. أيوة، لدرجة إن دماغك كانت بتجيب دم. أيوة، ما أنا كنت بضربهم براسي كل شوية. أنت فاكرة إيه؟ هي الخناقة كده مع العيال دي؟ حاجة غريبة والله. زمان يا لهوي، أنت لسه فاكرة؟ يا لهوي يا الله. ياه، فين ضحكتك دي يا حافظ؟ ضحكتي؟ أنا سبتك سنين، رجعت لقيتك حد تاني. كنت بتحب الحياة، بقيت كلامك كله عن الموت، كنت كلك أمل، بقيت مكشر ومسود الدنيا في وشك وفي وش الناس، كنت كريم في مشاعرك وعطائك، فجأة بقيت بخيل في ابتسامتك حتى. إيه اللي غيرك كده يا حافظ؟ أنا ما اتغيرتش، أنا زي ما أنا. لا يا حافظ، أنت مش زي ما أنت. ليه مش عايز تطلع اللي جواك؟ ليه مش عايز تواجه؟ أنا صفية بنت عمك، احكي لي يا أخي زي زمان، فاكر لما كنا بنحكي سوا؟ أحكي لك إيه؟ أحكي لك إيه يا صفية؟ ما أنت عارفة وحاضرة كل حاجة. أنا حافظ الفارس ابن عمك اللي مغلوب على أمره، اللي طول عمره منبوس. أنا فاكر وأنا عيل صغير لما كنت بحب ألعب وأفرح من قلبي، كنت باجي البيت عندكم ألعب معاكم. أنا ذكرياتي معاك أنت وإخواتك البنات أكتر بكتير من ذكرياتي مع إخواتي ولاد أمي وأبويا. فاكرة أيام أبوك قرر أنه يوديكي مصر عشان تكملي تعليمك وتخش أحسن جامعات؟ أيامها أنا زعلت، وزعلت قوي، مش عشان هتبقى أحسن مني، لا، لكن عشان أنت الوحيدة اللي كنت بحس معاها أنها أختي، أختي بجد. وخصوصا بعد أم الله يرحمها ما ماتت، ما بقاش فاضل لي غيرك أتكلم وفضفض معاه. وأنا عشان عارفة كل ده مش مصدقة اللي أنا شايفاه، مش مصدقة إن أنت حافظ أخويا وصاحبي اللي كان بيدافع عني ويحميني، دلوقتي بقى ضدي وضد أي حاجة بعملها. ضدك أنتي؟ أنتي الوحيدة اللي معرفتش أبقى ضدك في أي حاجة من ساعة ما جيتي. فاكرة اللي عملتيه في المدرسة؟ لو حد غيرك كنت عملت شيء وشويات، إنما أنتي معرفتش أعمل معاكي حاجة. سنيتي للحق، أنا لو علي بقيت ممكن أقف ضد الكون كله. ياه، ضد الكون كله؟ ليه يعني؟ للدرجة دي بقيت كاره الدنيا كلها؟ الدنيا هي اللي بتكرهني، عمرها ما حسستني بوجودي، دايما موجود زي مش موجود. جلال عرف يبلف الدنيا كلها، كلامه المعسول وبطريقته اللي بيعرف يقلب بيها كل حاجة لمصلحته، وحامد
ركب تجارة العيلة ومصالحها، خصوصا ان طول عمره كان دراع ابويا اليمين من وهو صغير. طب وانت؟ هاني هاني ايه؟ هاني ولا حاجة، قصدي يعني أنا كنت بالنسبة لهم كده، كانوا شايفيني ولا حاجة، لغاية ما عرفت السكة اللي هخليهم يحسوا بقيمتي. فاكرة أبو الشيخ دوارة اللي كان أستاذ الدين، مدرس الدين عندنا في المدرسة، بعد كده بقى شيخ الجامع، كان راجل دقنه طويلة، صوته عالي وعينيه بتطق شرار، العيال كلتها كانت بتخاف منه. العيال ايه دي؟ الناس كلتها كانت بتخاف منه، بما فيهم جلال وحامد وابويا ذات نفسه. قلت لنفسي اني لازم ابقى كده. انت كنت عايز تبقى زي ابو الشيخ دوارة ولا حتى الشيخ دوارة نفسه؟ لا، انا كنت عايز ابقى اني حافظ وبس. أنا لا بتاع تنظيمات ولا بتاع تحوير كلام، أنا كل اللي خدته منهم الدقن اللي أول ما الناس بتشوفها بتقول أمين، منظر شكل. إنما أنا ما أقدرش أعزي حد يا صفية. طب أقول لك على سر؟ سرك كبير يا ابن عم. سر؟ أنا مش حافظ غير الفتحة وكم صورة من الصغيرين على كم آية، غير كده بقى إيه؟ أنا إيه ده؟ أنا إيه اللي بقوله ده؟ أنت سرسبتيني في الكلام كده إزاي يا صفية؟ ارتحت؟ مش عارف، والله ما عارف. أنا أصلي بقالي كتير قوي ما اتكلمتش كده، ده أنا حتى الكلام ده عمري ما تخيلت اني ممكن اقوله لاي حد تاني غير نفسي. دي من يوم ما سبت التل يا صفية وحافظ ابن عمك صوته اتحبس. انا سبت التل؟ ما هاجرتش يا حافظ، كان ممكن انا وانت نكون على تواصل، بس انت اللي سجنت نفسك بعيد عن العالم. والله ما بقيت عارف يا بنت عمي، أبقى مسجون وقوي ولا حر وضعيف. بتقول ايه يا حضرة الأمين؟ زي ما سمعت أخويا، دي قد إيش اتقتل واترمى قدام بيت أبوك في عز النهار. خرجوني من هنا، أنا لازم أروح النيابة، أبو سيدك يا حضرة الأمين، أنا لازم أروح النيابة، أبو سيدك وديني النيابة، مش عشان الشرطة لوحدي، مش عشان هذا الغاب، مش عشان هذا الغاب، أبو سيدك وديني النيابة. عيلة البخيتة؟ مش دي عيلة القتيل اللي كان؟ تمام يا دكتورة، هي عيلة القتيل اللي اتقتل يوم دخول التل شبورة. حضرتك شايف ان في صلة بين الجريمتين كده؟ احتمال كبير يا استاذ جمال، وخصوصا ان اسلوب القتل واحد. يعني حضرتك بترجح ان دياب هو اللي قتل الشاب ده وعيلته كانت بتنتقم؟ بس حراس المزرعة بيأكدوا ان رجالة البخيتة صوروا حادثة قتلهم لدياب صوت وصورة. بعد اذنك يا استاذ، بعد اذن سعادتك كده اتفضل. صباح الخير يا عيال، روحوا من النهارده اجازه، يلا. يا استاذ حافظ، يا استاذ حافظ، يا استاذ حافظ، اجازه ليه يا استاذ حافظ؟ ايه اجازه ليه؟ عشان انا قلت اجازه تبقى اجازه. بس انا عندي امتحانات فصل الولاد. يعني مالي انا فصل ولا ما فصل؟ عايز تنجحيهم نجحيهم، عايز تسقطيهم سقطيهم، ولع فيهم. وبعدين يا استاذه منار، يعني تبارك الله، يعني انا قلت لك قبل كده الشهرتين دول، يعني استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم يا رب. ده الجنان ده يا ربي. يا رضا، كنت طلبت اعاده التحقيق، ايه الاقوال الجديده اللي عندك اللي عايز تضيفها؟ انا هقول كل اللي اعرفه يا فندم، كل اللي داريته، المعمل والاتفاق والشركات والتجاره وكله. انا بس كنت طلبت عطيه. ايوه عطيه تقلان الشهير بعطيه التقيل. ايوه عسكري دخله. Thank you.
عفوا تعالى اهو التقيل التقيل معاه الدليل على كل كلمه هقولها والاثبات على كل اسم هيرمي بيه. اكتب يا ابني امرنا نحن يا حزنك يا كابر اخواتك بيروحوا واحد ورا التاني يا كابر والمصايب بتتحدف على دماغك كل يوم. خير يا حسن بيه في اي حاجه جدت فريد دياب؟ مش دياب رضا غير اقواله وظهرت ادله جديده بتدين درغام دهشه وكل ولاده. انا ماليش دعوه بحاجه وحياه ولادي ماليه دعوه باي حاجه. طب ما تفهمني احسن بيه. ثانيه واحده يا حامد يا فارس. الادله بتدين اولاد درغام دهشه كلهم باستثناء مدام كابر وصلاح دهشه. طب الحمد لله. رضا في اقواله اكد انه ما لهمش اي علاقه بالمعمل ولا بتجاره ابوه. ده غير انه مفيش اي حاجه ادينهم لغايه دلوقتي. ودلوقتي عن اذنكم. اتفضل يا حسن بيه، شرفت ونورت. لا مش بالظبط. انا هتفضل ومعايا الحاج درغام دهيشه. ساوي يا دواره انزل يا شحاف انزل. ها ايوه